كابتن عادل الف مبروك، هزيمه ثقيله ولكن يستحقها بيراميدز من النادي الاهلي. احنا اتكلمنا قبل الماتش وقلنا ان بيراميدز احنا اليد العليا عليها الفتره الاولانيه قبل المباراه، وكنا بنتكلم على بدايه النتائج 6-5. فاول ما قلنا على بيراميدز، يعني انا بعتبر فرقه بيراميدز من الفرق اللي لعيبه كويسين ولكن ادائهم مش على قد امكانياتهم. فرقه كويسه قوي، فرقه محتاجه مدرب كويس، ولكن ما عندهمش روح، ما عندهمش عزيمه. اما فرقه النادي الاهلي النهارده، فانا عايز اقول لك حاجه، النجم الاول كان الجمهور طبعا، النجم الاول بلا منازع الجمهور، النجم الثاني روح الفانيلا الحمراء. قلنا قبل ما نشتغل، قبل ما نبدا المباراه، قلنا ان اديني روحك بس صح، هتكسب اي حد، اضمن لك المكسب، لانك انت افضل من اي حد. اي لعيب في النادي الاهلي مهما كان هو افضل من لعيبه كتير قوي، وبعدين واخد على الضغط ده، وبعدين خد على كل الالتزامات اللي بتبقى موجوده في كره القدم بالنسبه لفريق النادي الاهلي. بس اطلب منك الروح، بس اديتني الروح النهارده، روح الفانيلا الحمراء اديتهاني، عمل ايه؟ ماتش اتسهل، انت كسبان بيراميدز من افضل فرق الدوري معاك 3-0 بهدوء. يعني انت على فكره اكتر من مره احنا كنا بنتساءل، يعني هو ليه احنا ما بنكسبش الفرق خمسات وستات وسبعات؟ عارف ليه؟ علشان الحاجه الوحيده اللي انت كنت بتعملها في الوقت ده انك انت دايما ضاغط عليهم. لا، نهدلنا شويه هتبص تلاقي النتائج هتبقى عاليه، النتائج هتبقى كبيره، فرقه النادي الاهلي هتديك اللي انت عايزه. ولكن خلينا نبقى عاقلين، احنا مشينا كويس، عملنا مباراه هايله، في اكتر من حاجه النهارده اتعوضت، منها عمرو السوليه، ودي حاجه مهمه جدا، مش عشان جاب جونين، لعمرو السوليه روحه وجدعنته وقلبه قفشه النهارده، روحه وجدعنته، محمد هاني، علي معلول، عندك مكاسب كتير النهارده كويس، وفي الاخر انت تستاهل الثلاث نقاط. الحاجه الثانيه النهارده ساعدت انا بقى، انك انت النهارده هتخوف خصمك، لانه انا بقولها لك ومن هنا وبعلنها من هنا، بقولها لك، مكسب ثاني، مكسب ثالث، هتلاقي السلسله بتاعت الناحيه الثانيه بتكر، تاخد الدوري قبلها بثلاث اربع اسابيع ان شاء الله. انا مش مستعجل ومش بقول عشان مكسب النهارده، بس انا بقول لك اديني روحك دي، انا هكسب اي حد ان شاء الله باذن الله، واكسب البطوله واكسب البطولات كلها، لان طول عمرنا كده. احنا عارفين يعني روشتة معروفه وباينه وواضحه، اديني روحك هنكسب اي حد في الدنيا كلها. صحيح.